أهلا بكم. قالت السلطات الفنلندية إنها أغلقت مناطق العبور مع روسيا بسبب تزايد المهاجرين غير الشرعيين وأغلبهم من العراق، وتدفع البطالة أو حيث تدفع البطالة والبحث عن الأمن وعدم الثقة بمستقبل العملية السياسية في العراق ملايين العراقيين للبحث عن لجوء في بلدان أوروبية وغربية. وقالت المنظمة الدولية للهجرة أن من استقر في الخارج وحصل على لجوء يقدر بأكثر من 2 مليون عراقي في السنوات الماضية، بينما تقول مصادر حقوقية عراقية أن نحو 6 ملايين عراقي فروا بعد القتل على الهوية والتهجير الطائفي من قبل الميليشيات المسلحة. ويحاول معظم العراقيين بعد 20 عاماً من الاحتلال الأمريكي بشتى الطرق اللجوء إلى الدول الأوروبية هرباً من الاضطرابات والانفلات الأمني. وتصنف سجلات الأمم المتحدة الشعب العراقي على أنه واحد من أكثر الشعوب فراراً وطلباً للهجرة والتوطين في البلدان الأخرى. كما كشفت إحصاءات وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء أن العراقيين هم ثاني أعلى الشعوب العربية بعد السوريين طلباً للجوء إلى أوروبا في العام 2022، لا سيما شريحة الشباب، إذ تعرض هؤلاء الفارون إلى حوادث مروعة في الغابات بين بيلاروسيا وبولندا، إذ لقي العشرات منهم مصرعهم في أثناء رحلة اللجوء، وتعرض آخرون لعمليات إعدام جماعية على الحدود البولندية، وآخرون غرقوا في البحر في أثناء رحلة اللجوء. تواصل فرار شباب العراق وطلبهم للجوء في الدول الغربية بسبب الأوضاع العامة المتردية هو الذي سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها عدة أسئلة. كيف تحول العراق بعد العام 2003 إلى بيئة طاردة لسكانه، خاصة شريحة الشباب والكفاءات العلمية؟ ولماذا فشلت كل حكومات العراق خلال 20 سنة الماضية في وضع حلول وسياسات جدية لإيقاف هذا النزيف المجتمعي المتصاعد؟ وكيف تقوض هذه الهجرة المتصاعدة أحاديث حكومة السودان عن الاستقرار السياسي والأمني ومطالبتها الشباب بالعودة إلى العراق؟ وما التبعات السلبية لهذا النزيف في طاقات العراق الشبابية وتزايد نسبة الهجرة والهروب إلى الخارج؟ ضيفاء الطاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور وليد بريسا. حينما تتحدث الحكومات المتعاقبة في العراق عن إنجازاتها المزعومة في تحقيق الاستقرار والتقدم الاقتصادي، يحق للمواطن العراقي أن يتساءل ما بال العراقيين يصطفون في طوابير الهجرة كل عام ويزاحمون مواطني بلاد الحروب على حدود الدول الأوروبية، حتى حلوا في السنوات الأخيرة ثاني أكثر الدول العربية بعد السوريين طلباً للهجرة بحسب إحصاءات منظمات دولية. ولا يأتي خبر عن قارب غارق يقل المهاجرين إلا وفيه عراقيون، وكذلك من يموتون في غابات الدول الأوروبية فيهم عراقيون، وفي كل عام يزداد عدد طالبي اللجوء من العراق. كل ذلك يدفع إلى سؤال ملح حول دوافع هذه الهجرة. يجيب الشباب العراقي بأن بلادهم تحولت إلى بيئة طاردة للمجتمع، ووضع الشباب بين خيارين، إما الهروب من جحيم الواقع المزري أو البقاء في البلاد حيث الفقر والبطالة وتردي مستوى التعليم، وبالتالي الوقوع في شرك المخدرات واللجوء للانتحار أو الانخراط في صفوف الميليشيات تأمينا للقمة العيش، بينما يرون ثروات بلادهم تنهب من قبل الساسة والمرتبطين بهم. ويكفي لهذه المفارقة أن تنشئ جيلاً غير سوي مشبعاً بالصدمات النفسية. تحول العراق إلى بيئة طاردة للمجتمع لا يؤثر فقط على الناحية السكانية، وإنما يساهم في تفريغ البلاد من الطبقات المنتجة والفعالة، وبالتالي تأخر حضاري وانهيار مؤسساتي بحسب المفهوم الصحيح للدولة، وبقاء الساحة فارغة للجهل والفاسدين ليزيد العراق انهيارا ودمارا. وهذا هو تحديدا الهدف الحقيقي من وراء غزو العراق وتسليط الأحزاب الفاسدة على رقاب شعبه. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، والتي ستبحث في ازدياد معدلات الهجرة، خاصة هجرة الشباب إلى العراق بسبب الأوضاع العامة المتردية في العراق. ضيفات الطاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي هنا في الاستوديو،
وسيكون معنا من العاصمة النرويجية أوسلو الدكتور وليد بريسم الكاتب والباحث السياسي عبر زوم. أهلا وسهلا بالضيفين الكريمين دكتور رافع ودكتور وليد. حياكم الله. يا أهلا مرحبا. أهلا وسهلا. حياك الله أستاذ ماجد وحيا الله دكتور رافع. أهلا دكتور. الله دكتور، بعد عام 2003 بشهادة كل المنظمات الحقوقية، مختصين اقتصاديين اجتماعيين وغيرها، أن العراق بيئة طاردة لسكانه، وخاصة يعني السكان الشريحة من الشباب والطاقات والكفاءات العلمية. لماذا تحول إلى بيئة طاردة للسكان العراق؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحييك أستاذ ماجد وحيي ضيفك الكريم. أهلا وسهلا. الحقيقة يعني في كل مجتمعات الدنيا، لا يعني مو كل مجتمعات الدول، لكن في مجتمعات معينة هناك، كل المجتمعات فيها ثقافات. نعم. والثقافات مختلفة، لكن ثقافة الهجرة قد تجدها في مجتمع وقد لا تجدها في مجتمع آخر، تجدها في دولة لا تجدها في دولة أخرى. وهذه ثقافة الهجرة عندما تتواجد في مجتمع، فجزء من عندها ربما مكتسب، جزء بسيط، يعني خل نحدده ب20%، ربما مكتسب أو 10%، مكتسب بالتقليد، أو يعني تقليدا للأب، تقليدا للأخ، تقليدا لعائلة، لمشهور، ويغادر ويهاجر، ونفسيته تحب الهجرة، بشر معين، لكن ذول أعدادهم قليلة جدا جدا، والباقي إلى علاقة بالظروف التي يعيشها البلد، يعيشها المجتمع، هذه التي تنعكس على البشر وتدفعها باتجاه الهجرة، باتجاه اعتناق ثقافة هذه الهجرة والإيمان بها والاعتقاد بها أنها هي المخلص له من حالة معينة، من وضع معين سيء. نحن بعد عام 2003 المجتمع العراقي، الشعب العراقي كله كان يطمح وما زال يطمح إلى الهجرة. البلد تحول مثل ما حضرتك وصفت، طارد إلى شعبه، طارد إلى كفاءاته، إلى قدراته، لأسباب معينة كثيرة. أولها أنه هو البلد تعرض إلى احتلال، واحتلال مزدوج، احتلال أمريكي وإيراني، وسيطرة ميليشيات وسيطرة عصابات. الوضع السياسي فيه فوضوي، الوضع الاجتماعي فوضوي، الوضع الاقتصادي فوضوي، الوضع الأمني فوضوي، كلها غير مستقرة، إضافة إلى وضع دراسي غير مستقر، المستقبل الحاضر والمستقبل مقفلة أمامهم، فيبدأ ضغط عليهم، إضافة إلى فلسفة السلطة التي جاءت، وهذه جزء من 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 هذا الدفع باتجاه لكي تكون طاردة لأهلها. فلسفة السلطة التي جاءت لا تريد الكفاءة، لا تريد ناس، تريد فقط المجاميع التي مؤمنة بها والتي تدافع عنها والتي تقف معها. الشعب العراقي لم يتقبل هذا، فلذلك بعد 2003 على الأقل في السنوات الخمسة الستة اللي تبع يعني اللي عقبت 2003 الاحتلال، شاهدنا ملايين العراقيين خرجوا إلى الخارج، تركوا البلد، هاجروا بشكل كامل وعوائلهم كاملة. اللي انقتل طبعا، اللي تعرضوا للقتل أحد أفراد عائلته، اللي تعرض إلى طرد من الوظيفة، إلى اجتثاث، الخطب، الخطف، تغييب، يعني كل شيء له تهديد، ابتزاز، كل هذه الأمور أدت بهم إلى، خاصة أن المجتمع دخلت عليه ثقافات جديدة، أفكار جديدة، خطابات جديدة، وهي الخطابات الطائفية. تسمح لي دكتور نأجل. نعم. الخطابات الطائفية للطبقة السياسية اللي دخلت. نعم. على العراق بعد 2003، حتى ما نتأخر على ضيفنا. نعم. دكتور وليد، مساء الخير دكتور وليد. حياك الله أستاذ ماجد وحيا الله ضيفك الكريم ومشاهدي قناتكم الموقرة. أشكرك دكتور. هناك من يؤكد أنه هذا الهجرة المتزايدة، ازدياد معدلات الهجرة، العراقيين الجنسية الثانية في طلب الهجرة، وركوب المخاطر والأخطار وعبور الحدود إلى أوروبا بعد الحقيقة بعد السوريين، يعكس فشل مزمن وذريع وكبير لكل الحكومات بعد عام 2003 في 20 سنة الماضية في وضع حلول وسياسات جدية لإيقاف هذا النزيف المجتمعي والمتصاعد، على الرغم من كل الإمكانات المالية الهائلة والميزانيات أو الميزانية أو الميزانيات الانفجارية. لماذا هذا الفشل المزمن والمستمر حكومياً؟ يعني أستاذ ماجد، لنأخذ الأمور بسياقها الطبيعي. نعم. أولا، إحنا نعرف أنه العراق حتى
نهاية الثمانينات، رغم أنه حرب، رغم نوع من عدم الاستقرار السياسي بسبب يعني بسبب كثرة المؤامرات على العراق نوعا ما، لكن كان هنالك استقرار أمني موجود. كان العراق جالبا أو مثل ما نقول قبلة للمهاجرين، وبالذات المهاجرين العرب. يعني نعرف أن كذا مليون مهاجر عربي كان في العراق، ويندر أن تشهد في بلدان العالم طالبي لجوع عراقيين، إلا القلة القليلة كانت يعني قلة جدا. لا يعني في نتكلم على أوروبا، ما نتكلم على دول الجوار اللي احتضنت شريحة معينة. فكان العراق حتى نهاية الثمانينات بلدا يعني جالبا لل أو يعني جاذبا للهجرة. المشكلة اللي صارت هي بدأت الهجرة أساسا بعد الحصار الظالم والجائر على العراق، لأنه احنا نعرف أهم سببين طاردين لأي مجتمع من عن أرضه أو مجتمع يبدأ يتجه باتجاه الهجرة، هو أما الوضع الأمني الغير مستقر، وأما الوضع الاقتصادي المتردي. المشكلة أنه لو ننظر إلى الأرقام، يعني الأرقام تقول أنه قبل 2003 كان تقريباً بين نصف مليون إلى مليون مهاجر عراقي. طبعاً أكو بعض الأرقام مبالغ فيها تقول 3 ملايين، لكن مع ذلك خلينا نقول إحنا مليون. لكن فجأة خلال أول يعني خلال الفترة من 2003 لحد الآن هاجر ما يقارب 3، ورقم آخر يقول 5 مليون عراقي. يعني احنا اذا نتكلم عن 5 مليون عراقي يعني نسبه غير قليله، يعني نسبه تكاد تصل الى 12-13% من عدد سكان الشعب العراقي. زين، ناتي الى العامل الطبيعي، انه من الذي يهاجر؟ هل هو الانسان الكبير في السن الغير قادر مثلا جسديا على غور صعاب الهجره وما تحتوي من تحديات؟ طبعا لا، أكثر فئة هي التي تهاجر هم الشباب. فلماذا يهاجر الشباب؟ أنا أطرح السؤال بصورة معاكسة، لماذا لا يهاجرون؟ يعني ماذا تم توفير للشباب حتى لا يهاجرون؟ هل تم توفير لهم فرص عمل؟ هل تم توفير لهم فرص احترام لذواتهم؟ هي هذه واحدة من النقاط اللي الحقيقة دكتور اسمح لي، الحقيقة هناك من كان يعتقد أنه ملف الفرار والهجرة واللجوء عند العراقيين بعد العام 2003 بعد التغيير الديمقراطي بين قوسين، إقامة النظام الديمقراطي بين قوسين، أنه هذا الملف سيطوى وينتهي، وعلى الأقل الموجودين في الداخل لن يهاجروا إذا ما يعني تفاءلنا وقلنا أن الموجودين بالخارج يعودون. هذا الملف استمر وتصاعد ولم يطوى بعد عام 2003. أستاذ ماجد، السبب بسيط. تحول العراق من دولة محترمة، دولة مستقرة يعني ينطبق عليها مفهوم الدولة، إلى ما يسمى في العرف السياسي إلى جمهورية موز بعد الديمقراطية الأمريكية التي طبقوها في العراق. نعم، أصبح العراق جمهورية موز، يسمى جمهورية موز. كل شيء فاشل في العراق، النظام السياسي فاشل، النظام الاقتصادي فاشل، الوضع الأمني يعني مزعزع، أي واحد من هاي عناصر الميليشيات المجرمة باستطاعة أن يقتل كما يشاء، ومن يحاسبه؟ هل تم محاسبة قتلة تشرين مثلا؟ نعم، لحد الآن لا شيء. فلذلك أستاذ ماجد، يعني كل هذه الظروف متوفرة لأن تجعل الشباب تتجه باتجاه الهجرة. لا وضع اقتصادي، ولا هنالك أصلا ضوء في الأفق، ولا هنالك أي شيء في الأفق يعطي الشباب منحة من الأمل أو فسحة من الأمل، حتى يعني يقول لك ممكن أصبر سنة أو سنتين ممكن تتحقق. لا يوجد. حولوا العراق إلى مولات ومطاعم، إلى سياسة استهلاكية فاشلة ومعيبة بشأن العراق الذي كاد أن يكون، كان مخططا للعراق بين 86 إلى 90 أن يدخل نادي الدول الصناعية، فحولوه إلى جمهورية ماوس بدلا من ذلك. هذه هي الهدية الأمريكية التي جاءتنا من أذناب إيران. نعم، أيضا أشكرك دكتور رافع. هناك من يقول أن المجتمع العراقي يشهد هجرة متصاعدة منذ العام 2003 في معدلات ونسب وأرقام، الحقيقة مخيفة ومرعبة.
خاصة فيما يتعلق بالطاقات والكفاءات العلمية، وأيضا طاقة المجتمع الشبابية، شباب أيضا هم من يهاجرون، وهو الحقيقة يقوض وينسف خطابات تطمينية للحكومة أن الوضع مستقر، أن الموجودين بالخارج يجب أن يعودوا ويساهموا في البناء والازدهار والتنمية. كيف تقوض وتنسف هذه الأرقام والإحصائيات حديث الحكومة عن وضع آمن ويجب أن يعود الذين في الخارج إلى العراق؟ نعم، قبل هذا، قبل أن أجيبك على هذا، أريد أن يعني أشير إلى قضية. نعم، لما تحدثنا عن ثقافة الهجرة التي لم تكن موجودة في المجتمع العراقي، لكن مثلما أشار الأخي الدكتور وليد، قال أنه بعد عام 1990 بعد فرض الحصار بدأت بوادرها وبدأت الهجرة. أنا ربما يعني أختلف مع الكثير، أنا لا أسميها هجرة، لأنه هذه اللي خرجوا للعمل كانوا أفراد قلة مع عوائلهم، الغالبية كانوا أفراد يعملون لكي يرسلوا أموال لعوائلهم لكي تعين عوائلهم، لأنه كان الوضع الاقتصادي صعب. فهؤلاء فترة الحصار التسعينات، نعم، هؤلاء لا يمكن أن نسميهم مهاجرين. هؤلاء وجدوا فرص للعمل بالخارج، وأعدادهم مهما يكون 200,000 300,000. أما الباقين الذين هاجروا بعد 91 اللي يعتبرون نفسهم معارضة، فكم عددهم؟ يعني بغض النظر كم عددهم، احنا شفناهم بال 2003 عندما جاءوا، يعني اقصى احصائيه لهم كل هذه القوى بالعمليه السياسيه، كل قوات بدر وكل اللي جاءوا، هل يزيدون عن 20,000 30,000؟ هذا عدد العراقيين الذين يعتبرون نفسهم معارضين وهاجروا مهاجرين. اما اللي بقوا بالخارج ما اعرف ايش قد يعني. فالاعداد لا يمكن تسميه المجتمع العراقي طارد لمواطنيه او لديه هجره او ثقافه الهجره. بعد 2003 خرجت هذه القضية عن لأسباب سأعود إلى الإجابة على سؤالك. نعم. بعد 2003 فلسفة النظام، السلطة التي جاءت، فلسفة الاحتلال التي جاءت، لا تريد بناء بلد. عندما لا تريد بناء بلد، كل الطاقات اللي موجودة لا تريدها، سيتم محاربتها، وهذا ما حصل. من أول أيام الاحتلال شهدنا اغتيالات لأساتذة الجامعات، لمهندسين، لأطباء، لكفاءات، لعلماء، لكتاب، لصحفيين، بشكل غريب عجيب. لا يمكن لفلسفة نظام تريد أن تبني تستهدف هؤلاء مهما كانوا، لأن أنت أن يكونون معارضين إليك، أنت بنموذجك ربما تكسبهم إليك أو يعملون من أجل بلدهم، تحاول أن تحتويهم، لا يمكن أن تطردهم. الحقيقة كانت عمليات ممنهجة للقتل والذبح والتهديد والاستيلاء، فبدأت آلاف بالبداية وبعدين وصلت إلى ملايين يهربون من العراق اللي قتل، وتحدثنا عن هذا الموضوع. هذه جزء من فلسفة السلطة التي جاءت، لا فلسفة للبناء، هناك فلسفة للسيطرة والنهب والاستحواذ. هذه واحد. ثانية، كل الناس عندما تسألهم تقول لهم الآن العراق يقول مثل ما حضرتك الآن أشرت، تقول الحكومة تقول تعالوا ارجعوا البلد ببناء حقيقة عندما تنظر إلى العراق خلال 20 سنة، أين تجربة البناء، تجربة النهوض بالعراق؟ غير موجودة. من يطلع على هذه التجربة، من يضع أمامه العراق، سيجد يعني ساحة مليانة بالفساد والخراب والدمار والسرقة والنهب والانهيارات. لا يمكن أن يعني بس هناك حديث مكرر دكتور من طبقة السياسية، كل مرة كانوا تعاير المجتمع، نحن بناة الدولة، نحن من عمرنا الدولة، نحن من حافظنا عليها، نحن بناة الدولة. هي وين الدولة؟ خلي يقولون شنو مفهوم الدولة بنظرهم، يعني اللي بنوها هم، وين شكل هذه الدولة؟ هذه الدولة اللي تحكمها عصابات والسيطرة عليها وتقتل الناس وميليشيات، وجزء من عندها لا يأتمر بأمر الحكومة، والحكومة ما مسيطرة إلا جزء معين، والعشائر تتقاتل بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وحتى الطائرات المسيرة، والفقر بها 13 مليون عراقي تحت خط الفقر في بلد موازنات السنوية أكثر من 100 مليار دولار، ببطالة أكثر من 15 مليون عاطل عن العمل، بأمراض، بمدارس منتهية، وهم الحاجة بعد 20 سنة الحاجة إلى عدد المدارس يفوق 13 ألف مدرسة تحتاج. لحد الآن عندنا مدارس كرفانية ومدارس طينية ومصايب كبيرة. طيب
الشاب عندما يدرس بالمدرسة ويذهب إلى الجامعة كان من البداية كنا هكذا، كنا لديه أمل أن يأخذ الشهادة ويتعين أو يحصل على منصب معين، يحصل على وظيفة معينة، يخدم مجتمعه، يذهب بالاتجاه. الآن ينظر الشاب إلى عديمي الشهادات، لا يملكون شهادات لكن في مناصب عليا ويأخذون رواتب هائلة ويتمتعون بامتيازات غريبة عجيبة، ولديهم بيوت وفلل وجناسي وجوازات أجنبية بشهادات مزورة طيب لا قيمة للشهادة، إذا لا احترام للتعليم. نعم. هذه واحد من الأشياء. الشاب وصلت بالشغلة عندما تقرأ نسب التسرب من المدارس والجامعات، مدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية والجامعات، تستغرب كيف يمكن لهذا البلد أن يقف على قدميه وهذه النسبة من التسرب عالية جدا جدا جدا. المنهج كله خطأ، التوجهات خطأ، الفكر خطأ، المجتمع خطأ، أمنيا غير 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 مسيطر عليه، اقتصاديا غير قادر أن يبني حاضرة ومستقبلة. الكثير منهم الآن عندما تسأله تقول له أنت يعني لماذا أنت سافرت، هل كنت يعني من المهاجرين الآن برا، تقول له أنت لماذا هاجرت الآن، هل كانت فكرة الهجرة عندك من السابق، يقول لك لا لم تكن عندي، يعني لم تكن في بالي، لم تكن تخطر في بالي أنه في يوم من الأيام أترك العراق. اضطررت إليها. فالشباب العراقي الآن في كل الاستبيانات الآن الموجودة، عندما يستبينون رأي الشباب ما هو أو يعني ما هي أمنيتك الأولى، يقول السفر، الهجرة، يهاجر من العراق، يهرب من العراق، لأنه يعرف أنه لا مستقبل له، لا حاضر ولا مستقبل، وهذا له تهديد. دكتور وليد، هناك من يعتبر أيضا الهجرة خاصة الشباب ليس فقط عملية تفريغ، عملية استنزاف للمجتمع، وإنما الحقيقة هذه الهجرة بهذه المعدلات هي عامل تهديد أو مهدد قومي، مهدد اقتصادي، مهدد تنموي، مهدد حتى اجتماعي. فعلا هذه الهجرة مهدد بكل هذه الأبعاد؟ أنا يعني لا أتفق أستاذ ماجد مهدد بكل هذه الأبعاد، لكنه مهدد تنموي واقتصادي. نعم يعني مهدد تنموي واقتصادي. نعم لأنك بدون يعني ما نتحدث دكتور، أنت موجود بالنرويج، يعني مهدد اجتماعي كيف؟ أنه هذه الشباب اللي هم من 20 و30 لحد 40 يعني يخرجون يتركون العراق، راح يبقون كبار السن، يتحول المجتمع إلى مجتمع يعني عجوز على قولة الجماعة كما في أوروبا العجوز. نعم إيه؟ نعم أستاذ ماجد، هو هذه المشكلة، يعني أنه العراق يصبح بلد مشلول تنمويا. نعم. يعني تنمويا يتم شل هذا البلد. ودكتور رابع ذكر نقطة مهمة جدا، يعني هو القصد من هذا شنو القصد؟ ترى يعني مسألة حسبة بسيطة، هذول أحزاب عبارة عن تعمل بنظام المافيا، أوكي، بنظام الميليشيات المافيوية، كل حزب عنده مؤسسة عسكرية تحميه، فكيف يغذي المؤسسة العسكرية غير يغذيها من فئة الشباب؟ فلذلك يعني يقطع كل المنافذ على الشباب، يبقى منفذ واحد مفتوح وهو الانضمام إلى هذه الكيانات الموازية لما نسميه دائما قوى العنف الشرعي، يعني قوى وزارة الدفاع أو الشرطة، يعني يخليلهم بس مجال واحد يمكن اللي هو مجال أن ينضون تحت مظلة الأحزاب الميليشياوية. لكن هو المشكلة أنه أنت على أستاذ ماجد، يعني هو المشكلة أنه ما لا يوجد خطة تنموية في العراق. إحنا فتحنا عيوننا أنه العراق بلد دائماً عنده خطة 50 ولا ربما تكون 20. أين هي خطة التنمية في العراق؟ هل سمع أحد بخطط تنموية في العراق؟ يعني نسبة مثلاً لاحظ السعودية مثلاً كأقرب جار للعراق. دكتور يعني اسمح لي دكتور وليد. نعم. خلينا نكمل. نعم. حديثك، خلنا ناخذ الفاصل. نعم. نستأذن. نعم. منك ومن دكتور رافع ومن الضيوف فضل. والمشاهدين الكرام، لنتوقف عند هذا الفاصل ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار. نعود مباشرة مع دكتور وليد بريسم من أوسلو. بعد الفاصل نعود، ابقوا معنا. دللوش يا الولد يا ابني دللوش، وعدوك سكن بيتي دللوش.
العراق حدثت جريمة كبيرة بحق الإنسانية ضد القوانين الدولية، وعلى الرغم من ذلك تم إغلاق الملف. هرول أموتكم وعلي. طبعا هم مو خيام، ما حيوانات، بس احنا البشر قاعدين به لان ماكو حكومه عراقيه. هناك من مات في الصحراء، وهناك من ذهب باتجاه بغداد واغلقت في وجهه. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج طاولة حوار، تبحث في ازدياد معدلات الهجرة، هجرة الشباب العراقيين إلى الخارج. ضيفات طاولة دكتور رافع الفلاحي ودكتور وليد بريسم. إيه دكتور وليد، كمل اللي بديت بيه قبل الفاصل تفضل. يعني هو أستاذ ماجد تضرب مثل يعني دولتين محاذية العراق، نعم، تقريبا بين نفس إمكانيات العراق سواء الاقتصادية أو البشرية، نعم، تركيا والسعودية في الجنوب. لاحظ تركيا ومسارها من نهاية السبعينات، من دولة فقيرة زراعية نوعا ما، صحيح عضو في الناتو، فجأة أصبحت تركيا من الدول العشرين. السعودية لأنه تركيا لكن تركيا شنو اللي بيها؟ بيها الموارد البشرية، ما بيها الموارد الاقتصادية مثل ما في العراق موجود. نيجي على الجانب الآخر اللي هي السعودية. السعودية عندها الموارد الاقتصادية لكن ما كان عندها الموارد اللي تقدر توازي بها حالة العراق، كان لكن أيضا أصبحت من الدول العشرين. لكن انظر إلى العراق، انظر إلى العراق ماذا حصل. اللي عنده الموارد التنمية البشرية التنموية جاهزة وخطط تنمية سابقة منذ أن يعني تقريبا منذ إنشاء مجلس الإعمار في العهد الملكي حتى إسقاط النظام السابق واحتلال العراق. نعم. يعني هذه كلها أنت عندك مشاريع وعندك خطط تنموية جاهزة، لكن هذا الشيء مقصود، هو مقصود أن يبقى العراق مضعضع، دولة فاشلة، دولة طاردة لأبناء شعبها الشباب، لكي يبقى مشلولا وتابعا خانعا لقوى الجوار، أخص بالذات إيران ومن فوقها المظلة الأمريكية. هو شيء مقصود أستاذ ماجد، وإلا ليش بقيت هاي؟ قلت لك أنا أعطيتك مثلين يشابهان العراق سواء بالقدرات البشرية أو سواء بالقدرات الاقتصادية، لكن شوف الفرق بين يعني بغض النظر أنه دخلنا حروب كذا، لكن تركيا أيضا كانت عندها مشاكل عويصة مع قوى الإرهاب أو كذا، لكن مع ذلك الدول عندها تنمية أستاذ، عندها خطط تنموية. لكن أين خطط تنموية في العراق؟ هل سمعنا بذلك؟ لم نسمع، لأنه لا يوجد، أصلا لا يوجد. بدون خطة تنموية بعيدة المدى إعادة بناء العراق، كل الشباب أصلا، مو بس الشباب يرجعون، لربما حتى تهاجر خبرات عالية من بقية دول الإقليم. لكن أنت لا يوجد لديك سوى هذه الميكانيكية اللي ذكرها دكتور رابع واللي أنا أكدت عليها أيضا، وهي مسألة العسكرتارية لصالح ميليشيات الأحزاب، أنه تغلق كل المنافذ بوجه الشاب العراقي، يبقى له منفذ واحد هو أن يحمل بندقية تكون في خدمة الأحزاب المافيوية المتسلطة على رقاب العراق. نعم سلام. أشكرك دكتور رافع. الحقيقة في نقطة دعوة الحكومة للشباب والمهاجرين للعودة إلى العراق، أن الوضع آمن، المساهمة في الازدهار، هناك مفارقة أنه كل الطبقة السياسية أو معظمها، أبنائهم وعوائلهم ما زالوا في الخارج ويرفضون العودة إلى العراق. يعني رئيس حكومة عائلته في لندن، نائب رئيس الجمهورية في عائلته في كندا، الوزير الفلاني، هؤلاء عوائلهم يرفضون أن يعودوا إلى العراق ويطالبون الشباب يعني الذين بدون مستقبل أن يعودوا إلى العراق. أستاذ ماجد، المفارقة هذه هي المفارقة مفسرة. إيه؟
لأنه هذه الطبقة التي تحكم العراق، هذه السلطة التي تحكم العراق، يعرفون من البداية أنهم طارئين، وهذه درجة أن يكونوا هم طارئين على الوضع، أنه ليس هناك استقرار في استمرار هذه الكراسي تحتهم، يمتلكون هذه الكراسي، يعرفون أنه هذه مدة معينة ستنتهي، لأنه لا يمكن الاستمرار بهذا الوضع المأساوي في العراق إلى 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 يعني إلى فترة مفتوحة، لا أبدا، سينتهي الحال. هم يريدون أن يعودوا إلى أماكنهم، والدليل على ذلك أن الكثير من عندهم عندما جاء وتعين بوظيفة كبيرة وزير خارجية، ما أعرف منه وزير، بعد أن أكمل وأخذ ما يحتاجه من أموال سافر ولم يعد، ما عاد العراق يعني شيئا، وكل الخطابات التي كان يتحدث بها عن الوطنية والعودة والمعارضة كلها كذب. فبالتالي راح يرجع إلى، ولم يسقطوا أبدا ولم يتنازلوا عن الجناسي التي يحملونها أو جوازات السفر التي يحملونها من الخارج، هذه واحدة من الحقائق. القضية الأخرى المهمة الأساسية في كل هذا هو السؤال المهم، هو ماذا يعني ماذا يريد الإنسان، ماذا تريد أي عائلة من أي وطن من أي مجتمع؟ هي تريد الأمن والأمان أولا، تريد وظيفة يعني وضع اقتصادي مؤمن لها، يعطيها وارد تستطيع أن تبني نفسها، تربي أطفالها به، تعلمهم تعليم جيد، تطببهم بشكل جيد، طرق مؤمنة، مدارس جيدة، هذا كله غير متوفر في العراق. لذلك تذهب هذه العوائل للخارج لأنها تجد تبحث عن الأمان، تبحث عن مصدر للرزق، وضع اقتصادي آخر تستقر فيه، تربي أبنائها، تعيش حياتها بشكل طبيعي. لا يمكن لمهاجر أنه تسأله تقول له يعني مثل ما يتحدثون هذه السلطة ذهبوا للخارج لكي يعني يتمتعوا، لم يذهبوا للتمتع، هذه معاناة كبيرة أن تذهب إلى الخارج وتعيش بالهجرة، ليست سهلة، وأن تبني نفسك من الصفر مرة أخرى، هذه قضية مغامرة كبيرة جدا جدا، لكن اضطروا إلى الناس. لذلك كثير، وهذه الطبقة التي تذهب مثل ما أشار الدكتور وليد من الشباب، لذلك شهدنا منهم محاولات الوصول إلى أوروبا أو وصول إلى العالم الذي يطمحون أن يصلوا إليه، محاولات قد أدت أو أدت الكثير من عندهم إلى الهلاك، كثير منهم ماتوا في البحار في هذه قوارب الموت، قوارب الموت هذه، نعم، البلاستيكية، ماتوا في البحار، قسم من عندهم في الغابات في كلتهم الحيوانات، والقسم منهم على حدود بيلاروسيا وبولونيا تم اغتيالهم، نعم، والبرد والمناخ، وتركوا في الغابات بلا أكل، وما زالوا عرضة الحقيقة لممارسات المافيات. نعم، مافيات، لكن هل توقفت المحاولات؟ لم تتوقف. أنت تسأل وتأتي إلى سجلات الأمم المتحدة وسجلات منظمة الهجرة، ستجد أهل العراق يحتلون مرتبة عالية جدا جدا، نعم، في طلب الهجرة. لماذا؟ الوضع سيء جدا جدا. أضف إلى ذلك، عندما تدعو الحكومة الناس الكفاءات للعودة إلى العراق، نعم، كفاءة قد تعود، فلان بن فلان يمتلك شهادة دكتوراه بالكيمياء، يمتلك شهادة دكتوراه بالهندسة، ما أعرف منه، إذا ما عاد ماذا يعمل؟ يعني كيف تستفيد منه في إطار مخرب مدمر عشوائي يعتمد على المحاصصات الطائفية والعرقية؟ كيف يمكن؟ يأسس ميليشيا، فينضم إلى ميليشيا كي تحميه وكي تدفع به إلى المنصب الذي يريده. فهذه كم كفاءة ممكن أن تعود وتقبل أن تتنازل عن شهادته وكرامته وقدراته ودراسته لأجل هؤلاء، لأجل لا نفيد؟ لذلك نحن نتحدث، يعني الآن يقولون شكلت حكومة من التكنوقراط، وماذا يعني؟ جيب لي أحسن الكفاءات، في حكومة تضعها لكن لا تنتج شيئا، لأنه الإطار مخرب لا يريد شيئا، لا يريد. هذا سؤال مهم جدا دكتور وليد. الحقيقة أمر غريب أن السوريين، يعني مفهوم السوري، الشعب السوري يعيش في بلد في حرب طاحنة، في قمع، في براميل، في قصف، في المرتبة الأولى، لكن يأتي العراقيون والذين المفروض يحيون في بلد يقول الحاكمون أنه نظام ديمقراطي في واحة الاستبداد العربي، في صحراء الاستبداد العربي، في بلد ثرواته خرافية، أن يحتلون المرتبة الثانية في
يعني الهجرة وركوب الأخطار ومواجهة الأخطار، إعدامات وغرق وقتل ومافيات، في المرتبة الثانية في بلد يعني سوريا محطمة بهذه الحرب، العراق بلد ديمقراطي. يعني شوف استاذ ماجدي، هو هذه في بيئة، يعني الطبقة السياسية ماذا تقول عندما تقرأ مثل هذه التقارير تتحدث عن الشعب العراقي في المرتبة ثانيا في الفرار والهروب وطلب اللجوء؟ هسه انا راح اعطيك مثل. إيه؟ انا مثل عايشته هنا. نعم. في عيادتي. إيه؟ اجاني في عيادتي مسكين واحد عراقي قبل، يعني ده هو يجي لي دائما اكثر من مره يجي. يعني شوف هذا قصه هذا العراقي راح اجاوبك على السؤال. نعم. صار له 16 سنه في النرويج لم يحصل على الاقامه، يعني لا هو لله ولا هو لابن ادم. تخيل من شاب عمره 36 سنه هسه وصل اكثر من 50، يعني حياته محطمه. فانا سالته قلت له يا اخي انت اذا ما حصلت إقامة ليش ما ترجع العراق؟ قال لي الميليشيا الفلانية مهددتني، مو بس تقتلني، تقتل عائلتي إذا وصلت العراق. نعم. تخيل كيف يرجع؟ يعني يفضل هذا العيش الذليلة بدون إقامة بدون كذا، ولو هو يعني النرويج تعطيه الأكل والمسكن البسيط لا أكثر ولا أقل. نعم. فيفضل هذا المصير على المصير. أين هي الديمقراطية أستاذ ماجد؟ نعم. لا يوجد ديمقراطية في العراق. هذه ديمقراطية الموز يسموها، مثل ما ذكرت أنا من الساعة. نعم. هذه ديمقراطية الضحك على ذقون الجميع، لأنها عملية في مطبخ أمريكي بأدوات إيرانية. القصد من أن يبقى العراق مزعزع مضعضع حتى لا يكون منافسا للكيان الصهيوني، حتى لا يكون منافسا أو نقطة تمركز وتموضع عربي بنظام أمن قومي عربي جديد، أوكي؟ ممكن أن يولد بعد التخاذل العربي اللي صار. فهذا أستاذ يعني إنه إلى أبعاده، هذا كله القصد من عده، إنه ما يخالف أنت المشكلة مو قضية ديمقراطية، مو قضية تبادل السلطة بين نفس الوجوه في نفس الإطار. هو طبعًا ما يجوك، يعني هي نفس القوى تفرخ أحزاب من داخلها لا أكثر ولا أقل. ما حد ولاحظ أنت يا انتخابات في العراق أدت إلى رئيس وزراء منتخب فعلًا لم يحصل رئيس الوزراء توافقي، الكتلة اللي تجي توافقية بسبب ما يسمى بالمحكمة الاتحادية وفسادها، أو فساد هذا القرار الأول على الأقل اللي ضرب كل مفاهيم الديمقراطية في عرض الحائط. فلا يوجد أمان أستاذ ماجد، لا أمان أمني، يعني لا استقرار أمني، لا محافظ على حياتك ولا محافظ على خبزتك ولا بعدين اكو شيء اخر استاذ. نعم. ماجد، يعني يمكن احنا نسينا نتطرق له، اكو شيء يسمونه التناشز الفكري. هذول الشباب يعيشون في عالم متواصل مترابط، جاي تضق لهم مبادئ وافكار ويتواصلون مع اقاصي الارض شرقها وغربها، وتجي انت طبقه سياسيه متمسكه بخطابات طائفيه عقيمه مقيته، يعني من العصور المظلمة التي مرت على العراق، ومصرة على التسويق لها، ومصرة على أن يتبناها الشعب. يعني تلاحظ هذه نقطة جدا مهمة اللي تسبب إحباط مزمن عند الشاب، إضافة إلى إحباط أنه لا يرى الأمل، لا وجود لبريق أمل في الأفق، لا يوجد خطط تنموية. المفروض هي تكون خطط تنموية انفجارية للتعويض عما مر به العراق ومتناسبة مع ثروات العراق، لا يوجد كل هذه الأشياء. نعم. أستاذ ماجد، هذه يضحكون بها علي من أحزاب السلطة. نعم. يضحكون على أنفسهم، يعني إحنا نعرف الوضع. نعم. فهذا هو حقيقة الواقع. أشكرك دكتور. أشكرك دكتور. واضح دكتور، ما هي يعني التبعات أو السلبية لاستمرار هذه الهجرة وخاصة فئة الشباب والكفاءات والطاقات العلمية على العراق؟ دولة، اقتصاد، مجتمع، مقدرات، هذا نزيف حقيقي وفق هذه الأرقام التي تعلنها المنظمات الحقوقية العراقية الدولية ومنظمة الهجرة الدولية، وكالة الإحصاءات الأوروبية وغيرها. أستاذ ماجد، يعني من عام 2003 لحد الآن، إضافة إلى طريق الهجرة هذا اللي سلكوه الشباب وما زال يسلكونه وتسلكه ملايين العوائل والشباب، هناك أيضاً تجهيل للمجتمع، هناك خط آخر يشتغلون عليه لتجهيل المجتمع. عندما يكون مجتمع مثل المجتمع العراقي لحد الثمانينات تعتبر باعتراف اليونسكو أنه خالي من الأمية، واليوم تسأل كم عدد الأميين في العراق
تجد ان العدد اكثر من 10 ملايين امي في العراق خالي من المتعلمين هسه خالي من المتعلمين. هذه القضيه لم تاتي اعتباطا وما جت عبثا، هذه محاوله لتجهيل المجتمع لطرد كل الكفاءات وكل القدره على التفكير. لا، غير المطلوب من عندك ان تفكر، هذا المطلوب في هذا في هذه السلطه انه لا تفكر. ثانيا، كل الذين يفكرون، يعني لنعطي مثال، تأتي بأستاذ جامعي متميز لكي يدرس في أي جامعة، هو ينظر إلى الوزارة، من وزير التعليم العالي، ما الشهادات، من هو، من حصة، من هذه حصة، أي ميليشيا هذه الوزارة، كيف يمكن أن تدار بأي فكر، بأي سياسة، بأي توجه الجامعات الأهلية والجامعات الحكومية، وقيمة الشهادة التي إذا أنت كل تعليمك خارج تصنيفات العالمية. تصنيفات العالمية، ما قيمة أن نجيب كفاءات حتى ترفع الدخل العراق بالتصنيفات؟ كيف يجب أن تضع سياسة معينة تعليمية واضحة ورصينة ووزارة ومناهج وتوجهات، وإضافة إلى خطط تنموية، هناك من يعمل في الصناعة، هناك من يعمل في الزراعة، هناك تنمية ونهوض بالعراق، هذا غير موجود. فأنت أمام حالة، يعني أقل ما يقال عنها حالة عقيمة، هذه تدفع الناس إلى الهجرة فعلا، إلى التفكير بالهجرة، إما أن يحاولون الانقلاب على الوضع وإعادة الوضع إلى الشيء الذي يريدونه مثل ما حدث في تداعيات هذا المشهد دكتور، حاضر ومستقبل على اقتصاد العراق، على مجتمعه، على الجزء الفتي والحيوي في مجتمع. أنت عندما تنظر إلى المجتمع العراقي ويقولون لك أن المجتمع العراقي مجتمع شباب، 65% من عنده من الشباب، وتلاحظ قوائم الذين يطلبون الهجرة غالبيتهم من الشباب، ستجد أن هناك إفراغ من القوى الشابة في العراق. عندما تفرغ القوى الشابة اللي هي المبدعة القادرة على أن تمسك الحاضر والمستقبل وأن تؤمن لك غدا ونهوضا، إذا هذه القدرات العقلية غير موجودة، كيف يمكن أن ينهض البلد؟ إذا ما مطلوب أن ينهض البلد. هذه واحدة من التبعات الخطيرة جدا جدا على هذا الموضوع، إضافة إلى الخراب والفساد والدمار والتجهيل والأمية، كل هذا يدفعون هذا الشباب للهجرة لكي نفقد قدرتنا، نفقد القوة الأساسية لهذا المجتمع. الطاقات البشرية التي تستطيع أن تنهض بالمجتمع غير موجودة هذه، لأن غالبيتهم يبحث عن فرصة بالخارج. الآن لو فتحت المجالات في أوروبا للعراقي لدخولها، لملايين العراقيين خرجوا مسرعين للوصول إلى أوروبا. هذه واقع الحال، رغم كل العوائق التي توضع في أوروبا، هم يحاولون ويموتون على الحدود وبالبحار. إذا فتحت كيف يمكن أن لذلك الآن أنت عندما تنظر إلى أغلب الطاقات الموجودة بالعراق، الكفاءات اللي موجودة، تجد في بريطانيا خيرة الأطباء، تجد في بلدان أوروبية خيرة العلماء وخيرة أساتذة الجامعات، خيرة ومنهم ضيفنا دكتور وليد إبريس، سموه طبيب، واحد من الكفاءات الكبيرة. طيب ليش تتمتع بها هذه الشعوب، تتمتع بها هذه الدول والعراق؟ وصلتهم جاهزة هذه الطاقات، وصلتهم هذه جاهزة، صرف عليها العراق وتعب عليها، هم تعبوا على نفسهم من أجل بلدهم، لكن أجبروا على أن يذهبوا إلى حفاظاً على حياتهم، حفاظاً على نفسهم، على عوائلهم، لأنه المجتمع طارد، مو المجتمع، السلطة طاردة لهم. فالمجتمع الغاية من عنده، هناك خطة، هناك سعي لتفتيت المجتمع، لتدمير المجتمع. وأول قضية هي الشباب، أن تسلب قدرته على النهوض، لأنه إذا ما بقوا هؤلاء الشباب، إما يقوموا بثورة، وإما أن تفتح لهم المجال لتطوير البلد. وهذه الحالة وقاموا بثورة، ثورة تشرين، غير مقبولة هي هاي. دكتور وليد، إذا هذا الوضع المتردي والمتهالك في العراق، هل تتوقع أنه هذه معدلات الهجرة والتطلع نحو الهجرة إلى خارج العراق ستزداد في الأيام القادمة في ضوء انسداد الأفق، في ضوء فقدان الأمل، ولذلك قد نشهد ارتفاع في معدلات الهجرة على الرغم من كل المعوقات في طريق الهجرة أو حتى في يعني نهاية الهجرة مع الإقامات، وأوروبا لا تعطي إقامات وليس هناك أو تعقيدات في قضية لم الشمل، لكن الشباب في العراق سيواصلون الهجرة؟ أولا شكرا لك أستاذ ماجد والدكتور رافع للتنويه. لا أبدا أستاذ ماجد، لأنه ليش؟ لأنه أسباب التي أدت إلى
ازدياد هذه الهجرة بصورة مضطردة لا تزال قائمة. نعم. لا تزال قائمة ومستفحلة وتستفحل يوما بعد يوم. لا وجود لأي احتمالية أن تقل موجات الهجرة إلا بما هناك من يقول ستزداد. أنا قلت أنه ستزداد. طبعا نعم. طبعا استاذ ماجد لأنه في حالة احباط فظيعة عند الشباب. حالة احباط فظيعة. يعني هو قالها دكتور رافع ممكن هي ما أمامهم مجال، أما الهجرة أو الثورة، والثورة معناتها موت محتم بسبب إجرام هذه الميليشيات وما أدت إلى من مجازر في 2019 و20. فلذلك يعني لا يبقى أمام الشاب إلا الهجرة. لكن يعني مع أنه الشباب يعرفون جيدا أن هنالك عملية جدار حديد ضربتها أوروبا على نفسها. نعم. وأيضا روسيا تتلاعب، يعني اليوم بالذات بالأخبار النرويجية أنه فنلندا اجتها موجة. أشوف التلاعب السياسي اللي يعني حز في القلب، ويعني يعني يعني مثل ما يقولون يضربنا في خنجر في داخل وجداننا لما نشوف شبابنا يصبحون ضحايا لعب سياسية بين الدول. نعم. بين روسيا مثلا كنقطة ضغط على الاتحاد الأوروبي دفعوا مجموعة منهم إلى فنلندا، أغلقت فنلندا الحدود هذا الوقت الحدود. نعم. وهذا الوقت بالشتاء ها؟ نعم. أخذتهم بباصات وذبتهم في داخل غابة. نعم. شوف تخيل يعني شنو المصير، هم ما حد يعرف غابة يعني مثل ما تقول غابة قطبية، يعني برد ثلج هوام سميه ما تشاء مختلف. يعني هذا يحس في الأنفس استاذ ماجد. هذه دول أوروبا نفسها معتمدة على الشباب وتعطي كل الفرص للشباب، بل تستورد شباب من أجل إدامة آلة التنمية الموجودة في كل دولة. لكن العراق أين هي العوامل التي تعكس تطلعات الشباب من الهجرة إلى البقاء في الوطن؟ لا يوجد. نفس يعني مثل ما يقولون هنا سابقا نحكيها بالعراقي، نفس الطاس ونفس الحمام، ماكو أي فرق. يعني لم يحدث أي تغير، بل بالعكس كل يوم الأوضاع تسوء، كل يوم يصعد الدولار، الغلاء، استفحال أكثر للميليشيات، استهتار بمصائر الناس، استهتار بأمن البلد، والحبل على الجرار. فلا أجد أي بريق في الأفق تجاه أشكرك. المساكين من شباب بلدنا. شكرا. في ختام حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، والتي بحثت في التقارير التي تتحدث الحقوقية عن ازدياد معدلات الهجرة خاصة الشباب من العراق بعد إغلاق أو في ضوء إغلاق السلطات الفنلندية المناطق عبور من روسيا إلى فنلندا، وأن العراقيين جاءوا في المرتبة الثانية في طلب اللجوء. لم يتبقى إلا أن نشكر ضيفي هذه الحلقة، وهم كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي وكان هنا في الاستوديو، ونشكر أيضا ضيفنا من العاصمة النرويجية أوسلو الدكتور وليد بريسم الكاتب والباحث السياسي أيضا. كما أشكركم مشاهدين الكرام، وإلى أن نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.